الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، أحبتي الكرام، بداية وقبل كل شيء، الحمد لله والشكر لله على ما أنعم به علينا من نعمة الغيث بعدما دب اليأس والقنوط إلى القلوب، فها هو علام الغيوب سبحانه وتعالى يغيثنا ويرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، في هذا الفيديو أردت أن أذكر نفسي وإياكم ببعض السنن المهجورة عند نزول الغيث. جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، كما في صحيح البخاري، وفي رواية: اللهم صيبا هنيئا. والصيب هو المطر. كذلك من السنن المهجورة التعرض للمطر بالبدن. ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابنا مطر، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم عند نزول الغيث أن يتعرض للمطر ببدنه ويكشف عن بعض بدنه كذراعه مثلا، ويبقى تحت المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لأنه حديث عهد بربه. ومن السنن أيضا الدعاء عند نزول المطر، لأنه موضع إجابة، ويوافق نزول رحمة من رحمات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.